سعداء جدا بهذا اليوم العالمي الذي يحتفي بالمدرس. المدرس اللي هو المعلم، اللي هو المرشد والموجه، كما انه يمكن ان نقول صانع الاجيال. Well, Teachers Day is a special occasion to celebrate the significant role that teachers play in shaping the future of individuals and society. Teachers are the cornerstone of both education and personal development, guiding our students through the complexities of learning and helping them grow into responsible and knowledgeable citizens. جد جد سعيدة اليوم كوني يحتفى بي في اليوم العالمي للمدرس. في الحقيقة لا أخفيكم سرا، هي مهنة صعبة جدا، ولكن كل هذه الصعوبات تهون أمام الدور الكبير الذي يلعبه المدرس في بناء شخصية الطفل وتنمية معارفه مكتسباته، في مساعدته على تجاوز مجموعة من التعثرات. وربما تهون أيضا بكلمة شكر من تلميذ، من ولي أمر، أو كما يحدث معنا اليوم بالاحتفاء بنا في اليوم العالمي للمدرس. لهذا صراحة أقول عيد سعيد لكل المدرسين والمدرسات، كل عام وأنتم بالعطاء أوفياء. أود أن أقول لجميع الأساتذة بعلمكم الغزير أنرتم عقولنا، وبأرواحكم الجميلة زرعتم الأمل فينا، أنتم رمز التضحية والعطاء. نقدم لكم كل الثناء والشكر في اليوم العالمي للمدرس، كل عام وأنتم بخير، دمتم لنا فخرا. في هذا اليوم أقول لكل أساتذتي كل عام وأنتم بخير وشكرا على مجهوداتكم، شكرا لكم، نحبكم جميعا. Nos professeurs sont une lanterne qui éclaire notre chemin vers la réussite, la gloire et un avenir meilleur. Nos professeurs ne sont pas des personnes normales et il ne faut guère oublier en ce jour de les remercier, de les respecter. Et toutes les expressions de gloire, de respect, de remerciement sont envers nos professeurs. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Today we celebrate World Teachers Day, a special occasion to honor the teachers' incredible contribution. They play a vital role in our life, inspiring us to learn and grow every day, guiding us toward a path to a successful future. As we recognize World Teachers Day, we want to take a moment to express our sincere gratitude to all our teachers. Their hard work and commitments make a significant difference in our lives. Thank you for your patience, understanding, and for believing in us, even when we may not believe in ourselves. يمكن الشكر الجزيل للمدرسة كمدرسة، وبهذه المناسبة ديال عيد المعلم أو عيد المدرس لنا فخر بأن هذه المدرسة ستختارنا الحمد لله أحسن المدرسين أحسن المعلمين. وصدق من قال كاد المعلم أن يكون رسولا، فالحمد لله هذه المثلة ستنطبق على هذ المعلمين، فما تسكفيهمش يعني غير مهمة التدريس، فأيضا هما تيديروا مهمة يعني التعليم الحمد لله التربية. وهادشي راه تيرجع لوليداتنا، والحمد لله تنشوفوا بان ملي تتمشي للدار تشوف الوليدات ما تياخذوش غير الحمد لله التعليم ولا الدراسه ديالهم، ايضا تتشوف التربيه اللي تتبان في الوليدات ديالنا الحمد لله. اقول من هذا المنبر لكل مدرس ومدرسه عيد سعيد، وكل عام وانتم بالعطاء كرماء.